القدس عاصمة فلسطين. هذه مدينة مر بها العجب العجاب وما زالت صامدة. ألم تسأل نفسك لماذا؟ غزيت 44 مرة، هوجمت من قبل 50 جيشا، حوصرت عشرات المرات. يا كاتب التاريخ، خذ حبرا وزد صفحة في صفحاتها. هي القدس مهما جرى لها، تخبرك ببريق قبابها. هي لك، هي لك. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.